السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تعرفون من أكثر الأمور إزعاجا عندما تحمل هم شخص ما، صحيح؟ مثلا يكون لك أخ مسافر وفجأة ينقطع الاتصال بينكم وهو في الطريق، فلا تعرف هل هو وصل، هل هو بخير، أم أن هناك خطب ما جرى له، فتحمل همه. طبعا أخوك أو المسافر نفسه في العادة لا يكترث، يعني حتى أنه ربما ينساك ويأتيك في رسالة في منتصف الليل أنني وصلت قبل 4 ساعات وانت متوتر على الفاضي. هذا الأمر حدث معي بالضبط عندما كان قريب لي قادم إلي. أعطاني تفاصيل رحلتها التي مفادها أن طائرته ستهبط في مطار اسطنبول الساعة 5 عصرا، وعليه ذهبت للمطار لاستقباله. دقت الساعة 5 ولم يظهر لا هو ولا طائرته، ومرت ساعة أخرى ونفس الحال. هنا يبدأ الإنسان بالتفكير والقلق، يعني يا ترى هل فاتته الطائرة مثلا حتى أعود المنزل؟ الوقت غالي يا جماعة الخير، أو لا قدر الله هل حدث معه شيء مثلا في الطائرة. يبدأ الإنسان بالقلق، وتبدأ أنت بسؤال من حولك، هل نزلت الطائرة الفلانية؟ طبعا لا تجد من يساعدك بالتفصيل لأن كل الرحلة موضحة على الشاشة، وتستمر أنت بالتبرير، يا جماعة الخير في التذكرة كتب أنه يجب أن تهبط من 3 ساعات، ولكن على الشاشة لا تظهر. أين الطائرة؟ أنا عايز الطائرة. ولكن لا تجد من يساعدك في هذه النقطة، وفجأة وبعد طول انتظار ترى أن الطائرة المنتظرة هبطت الآن كما هو موضع على الشاشة، ويتضح لك فيما بعد أن شركة الطيران قامت بتأخير الإقلاع 3 ساعات. هنا يكون في بالك الكثير من الجمل التي ترغب في قولها، مثلا هل وقتي وقت المسافرين بالمجان مثلا، ثم تتناسى الوقت الذي أهدرته بمجرد لقاؤك بمحبك وكأن شيئا لم يحدث. ولكنني لن أنسى هذه المرة، ومن هنا دردشة اليوم، كيف تأخذ حق من شركات الطيران؟ السؤال الذي طلبتم مني التوسع به في الحلقة السابقة وأغلبكم لا يعرفه، يعني 85% من الناس لا تعرف هذه المعلومة أو الحقوق الخاصة بها من شركات الطيران، فأنت بإذن الله في نهاية هذه الحلقة ستعرف هذا الأمر. الحق بكل بساطة هو أنه يحق لك المطالبة بتعويض مالي من شركات الطيران في حال تم تأخير رحلتك أكثر من 3 ساعات كما حدث معنا، أو تم إلغاء رحلتك، أو اعتذرت شركة الطيران منك عن عدم وجود مقعد بسبب الحجز الزائد، أو تأخرت أنت عن اللحاق برحلة العبور أو الترانزيت، مثلا يكون لك رحلة إلى مدينة ويجب أن تنزل في إحدى المطارات ثم تتأخر بسبب ضيق الوقت عن اللحاق بالطائرة الثانية، هنا أيضا يحق لك المطالب بتعويض. بغض النظر، الذكي ليس من يعرف هذه الحقوق بل من يحسن أخذها، صحيح؟ لذلك تجد أن المحامين أغنياء، هم عرفوا الحقوق وعلموا كيف يأخذونها فأصبحوا كذلك. واليوم سنلعب دور المحامي. طبعا قبل أن أكمل، لو حدث معك واحدة أو أكثر من الأمور التي ذكرتها في الحقوق يحق لك المطالبة بها حتى لو كانت قبل 3 سنوات، يعني لو حدث هذا الأمر معك الآن إلى مدة 3 سنوات مثلا 2017 يمكنك المطالبة بها. طبعا هذه الحقوق بسبب عدم معرفة الناس بها، يعني ناهيك عن المطالبة بها، جعلت حسب تقرير طلعت عليه أن 410 مليون يورو تضيع من حقوق المسافرين سنويا، هي حق على شركات الطيران أن تصرفه للمسافرين. طبعا هي فعليا ليست 410 مليون بل هي ربما مليارات الدقائق التي أضاعتها شركات الطيران من حياة المسافرين. بالنسبة لي على المستوى الشخصي، بما أنني أسافر كثيرا أقدر الوقت أكثر من المال، يعني إذا كان هناك تأخير أو إلغاء لرحلة ما يجب أن أعلم مسبقا حتى أستغل وقتي بما يحلو لي، ولا أصبح في المطار شركات الطيران من تتحكم بوقتي، يعني لا أستطيع الخروج أو الدخول إليه، صحيح؟ نعود لصاحبنا الذي أضاع شركة الطيران مني ومن 3 ساعات في الانتظار. فتحت نقاش معه بخصوص هذا الأمر، وملخص الحوار أنه غير مقتنع بفكرة أن هناك تعويض يحصل عليه المسافر في حال التأخر، وأنا أيضا لم أكن مقتنع بهذا أيضا. وبالفعل بحثنا على الإنترنت على شركات وسيطة مهمتها المطالبة لنا بتعويض، وبالفعل وجدنا، وسلخص لكم هذه التجربة. الشركة التي تعاملنا معها هي شركة ألمانية اسمها أونيون رايت. كان الأمر عبارة عن تجربة لا أكثر، يعني كنت أريد أن أعرف هل يوجد هناك حقوق بالفعل يستطيع المسافر أن يأخذها أم أنه حق لا أحد يحصل عليه. وبالفعل في موقعهم أو شركات الوسيطة يتضح أن الأمر أسهل بكثير مما نتوقع، حتى أن هناك لغة عربية، يعني أعتقد أن العرب تضيع عليهم الرحل كثير. طبعا في الموقع وجدت مثل الحاسبة التي تقوم بحساب التعويض الذي يجب أن تحصل عليه من شركة الطيران. أدخلنا رقم الرحلة وتفاصيلها وصديقي بجانبي يطالع، فظهر لنا رقم كتعويض مالي، اعتقدنا للوهلة الأولى أنه رقم الرحلة، وإذا به التعويض المالي. وهنا علمت لماذا شركات الطيران عندما كان يحدث تأخير ما أو لا تستطيع الالتحاق برحلة العبور كانوا يقدمون لك رحلة مجانية أو مبيت أو وجبة طعام إلى آخره. اتضح أن التعويض يعني يمكن أن تشتري كل هذه الأمور، وهذا حقك بالمناسبة. طبعا يحتاجون منك تفاصيل الرحلة وبعض المعلومات عليها حتى يستطيعوا حساب كمية التعويض. وضعت لكم اسم الشركة التي تعاملت معها، هي بالمناسبة شركة ألمانية، في الوصف. طبعا هنا من يسافر عبر الدرجة الاقتصادية من خلال شركة طيران تركية معروفة، لا أريد أن أذكر اسمها ولكنكم على الأكيد ستعرفونها الآن، شركة مشهورة بالتأخير،
بدون مبالغة لي أكثر من صديق كنت أذهب لاستقبالهم في المطار، أسألهم قبل أن أذهب على أي شركة طيران حجزت، فإذا أخبرني بتلك الشركة أتعمد أن أذهب متأخر ساعتين أو ثلاث، ومع ذلك وعلى الرغم من ذلك أنتظرهم في المطار حتى يخرجوا. تخيل. في النهاية أحبتي بالله شاركني برأيك في مكان التعليقات. جلسة اليوم ربما هي مدتها قليلة، ولكن أحببت ألا نقطع العادة التي اعتدنا عليها وهي الجلوس مع بعض في يوم الجمعة المبارك، وأتمنى أن تكون الفائدة قد وصلت، ودمتم في أمان الله.